سعيد بزاف سي عبد الرحمن بالزيارة الملك والعناية الخاصة اللي داير له في كل نواحي مع الأطباء الشخصيين ديالو والعناية ديال السبيطار وكل ما فيه حاجة خاصة به. تيهضر مع الأطباء تيسول على كيفاش لاغليسيمي ديالو كي دايره اي تفصيل تيبغي اي تفصيل يعرفو تبع داكشي كهو بحال كان هو الطبيب زعما عنده خبره بزاف ما يخص الحاله الصحيه داكشي ديال الطبيب تقول ليه هو طبيب تبارك الله عليه. سي عبد الرحمن كيفاش تقبل الزياره ديال الملك؟ كان فرحان بزاف بالزياره وداكشي عطاتو قوه وزايد من تعاود جا بصفه خاصه البارح بلا ما كنا عارفينها كانت مفاجاه صراحه.